لم يكن أحد يعلم أن هذه المسابقة قد تولد عواقب وخيمة. يشرح الدكتور بيتر ليمان الخبير في المياه والتسمم مدى إمكانية تسبب شرب المياه ببساطة بالموت. تركيبة المياه التي تشربها هي أكثر خفة فيما يتعلق بالشوارد الكهربائية من السائل الموجود في جسمك. وما يحدث هو أن الشرب السريع للمياه يؤدي إلى تخفيف الدم بسرعة. الشوارد تمشي في أجسامنا وأكثرها شيوعاً هو الصوديوم، ويمكن لاستهلاك الكثير من المياه أن يخفف من مستويات الشوارد في دمنا. ولإعادة التوازن لهذه المستويات تمتص الخلايا الماء الفائض ما يسبب تضخمها وعواقب مميتة. أنت تدخل تحركات السائل هذه إلى الخلايا التي تقوم أساساً بالتوسع والانفجار، وعادة لا يسبب هذا الأمر أي مشكلة إذا سمحت لك الكليتان بتبول السائل الإضافي، والمشكلة هي أن قدرتهما أقل بكثير من قدرة المرء على الشرب. لذا إذا بدأت بشرب 4 لترات سريعا وجسمك رطب بصورة لا تسمح لك بشرب هذه الكمية، عندها ستواجه مشكلة. بعد شرب أكثر من 8 زجاجات من المياه في أقل من ساعة، بدأت براند تصاب بالتسمم المائي. الأمور على وشك أن تسوء أكثر فأكثر. زادوا من كمية الشرب في المسابقة لأن عددا من المشاركين لم يستسلموا، وكان المنظمون يحاولون استبعاد بعضهم. تضاعفت كمية المياه إلى 0.5 لتر في كل جولة، وما زال غير مسموح للمشاركين بأن يتبولوا. من المؤسف ما من أحد في الإذاعة كان يتمتع بثقافة كافية تمكنه من معرفة ما كان يجري. ما كان يحدث هو الإصابة بالتسمم المائي، وكانت هذه السيدة تقلل من مستوى الصوديوم في مجرى الدم ليصبح متدنيا وخطيرا، فجسمها بدأ يشهد عملية كيميائية مميتة. ويشرح الخبير الطبي الدكتور براين هذه المرحلة المميتة من التسمم المائي. عندما ينخفض معدل الصوديوم في الجسم تبدأ بالتعرض لوزمة الدماغ. أولا تلحظ ألما في الرأس، وقد تلحظ أنك تصبح مشوشا، وقد تشعر بنعاس أكثر من المعتاد. بعد شرب أكثر من 8 لترات من المياه في أقل من ساعتين، بدأت براند تعاني من الخمول والتعب والغثيان والصداع الشديد. فأمامها متسابق واحد فقط للفوز عليه، لكنها لم تعد قادرة على تحمل هذه العوارض. إنها تكرر ذلك، إنها تتهاوى، أعتقد أن المياه التي شربتها قضت عليها. لم تستطع براند إكمال المسابقة، وقبلت بالحصول على الجائزة الثانية، وهي عبارة عن تذكرتين لحضور حفل موسيقي. لكن كما يشرح الدكتور جولدمان، فمن المرجح أن قرارها أتى بعد فوات الأوان. الدماغ هو قطعة من الهلام متواجدة داخل الجمجمة المصنوعة من العظم. في حال بدأ الدماغ بالتورم سيزداد الضغط في داخله، وعلى هذا الضغط أن يذهب إلى مكان ما. عندما يبدأ الدماغ بالتورم يدفع بمحتواه إلى الأسفل عبر الممر الأقل مقاومة، أي عبر الثقب الموجود في أسفل جمجمتك الذي يسمى الثقبة العظمى. يتكدس جزء من الدماغ وهو يتجه نحو الأسفل عبر الثقبة العظمى، فيسحق جزءا من جذع الدماغ يسمى النخاع المستطيل، وهذا هو الجزء من الدماغ الذي يقوم بكل الوظائف الحيوية، فهو يأمرك بالتنفس ويقول لك إن قلبك يدق. لذا عندما يسحق بثقل هذا الضغط تصاب بما يسمى الانفطاق اللوزي، وعندما يحدث ذلك تفارق الحياة. ما إن وصلت براند إلى المنزل حتى توعكت صحتها بشدة، وقد أصيبت نوعا ما بالهذيان وبدأت تتقيأ بصورة متواصلة. وبعد عدة لحظات أدى الورم في دماغ براند إلى سحق جذع دماغها، ما تسبب في قتلها. المياه التي تعتبر غذاء نعتمد عليه في عيشنا قد تتسبب في موتنا. نحتاج إلى المياه، ولكن إذا شربناه بكمية تفوق مستوى معين وفترة زمنية محددة نفقد قدرتنا على السيطرة على الأمور، وقد تكون النتائج كارثية. كل ما كانت براند ترغب في الحصول عليه هو لعبة بنظام فيديو
ولكن ما حصلت عليه كان الموت بطريق